قال يسار واستخف يمين بك يا لكنهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين فرأيت أن أرويك محض رواية للناس لا صور ولا تلوين فلأنت أروع إذ تكون مجردا فقد يضر برائع تثمين دع المعاول تزبئر قساوة وضراوة إن البناء متين أأبى الحسين وتلك أروع كنية وكلاكما للرائعات قبيل. السلام على سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المعزى باستشهاد ابنه الحسين وابنه أبو الفضل العباس عليهم السلام وأصحاب الحسين وأبناء الحسين ومأجورين يا مسلمين جميعا. اليوم الحلقة الأولى من محرم الحرام، شهر انتصار الدم على السيف، اختارنا شاعر من الوجع الحسيني، من العشق الحسيني لهاي الحلقة. خلونا نسافر ويا هذا الشاعر، حقيقة شاعر مبدع، شاعر من منطقة من قضاء أنا كلش أعتز به وأحبه. راح نسولف من بعد ما نحيي نسولف عن القضاء. أكو عشق حسيني كبير بداخله. خلونا نرحب وياكم والحبيب والمبدع مصطفى حرب. حياك الله الأخ والصديق والأستاذ علي المنصوري. طبعا من خلال البرنامج نقدم أسمى آيات التعازي إلى الأمة الإسلامية جمعا ومراجعنا العظام والإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه بهذا المصاب الجلل ألا وهو مصيبة كربلاء، مصاب الحسين ابن علي ابن أبي طالب وآل بيته وأصحابه أجمعين، وأعزيكم جميعا وأعزي نفسي بهذه المناسبة الألي. حياك الله أستاذ. الله يسلمك. ماجور مرة ثانية، عظم الله أجرك. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يسلمك. سولفت عن القضاء. نعم، قضاء الدير، قضاء الشجاعة وقضاء الكرم وقضاء الموقف. الله يسلمك. وقضاء الإنسانية. حقيقة أنا أحب هذا القضاء من خلال ناس وأبناء. الله يخليكم. ما محبونك هواي والله، حقيقة يستاهلون. أنا أريد تسولف لي شوي عن هذا القضاء للسيد المشاهد اللي ما يعرف مصطفى حرب منين. نعم، وسولف لنا على هذا القضاء. طبعا هو أكو مثل يقول اللي يمدح نفسه يذمها، وأنا هاي المدينة مدينتي وكلش أفتخر بيها. كل إحنا الدير مدينة، الله يسلمك، مدينة من مدن الحسينية، من المدن الموالية، من المدن اللي تشوفها من يجي محرم سودة، تصير سودة من كل الجوانب، سودة من دخان الطبخ وسودة من الرايات وسودة من الحزن أيضا، من الحزن ومن الدشاديش السود ومن عصابات أمهاتنا على الحسين. فالدير مدينة عظيمة وكلش أفتخر بيها، الدير اللي ساند أبنائها، الدير اللي تفتخر بأبنائها من تشوفهم يرتقون للقمة، الدير اللي ساندتنا ودعمتنا ووقفت ويانا بأحلك المواقف والظروف. فأنا إلي حق أن أفتخر بهاي المدينة المعطاء، المدينة الكبيرة. تستاهل والله. أهلي وناسي وأحييهم من خلال برنامجك وأقدم لهم التعازي، ولو أطلع عن إطار البرنامج ولو قليل يعني، بس من حقي أشوف بس أقدم بإطار الحب للحسين أكيد. ومن خلال يعني هواي ناس قالت الدير بعد يعني انتهت، الدير راحت تخلص. لا ظل إن شاء الله. فنقلهم يعني لأهل الدير أهل الناس، أقلهم قالوا طحت وقلنا نشيل اللي يطيح، بعضنا الكل ثجيلة متون وجفوف نركض على الحمل. قالوا طحتوا قلنا نشيل اللي يطيح، كفو، بعدنا الكل ثجيلة متون وجفوف
نركض على الحمل لو طاح بالنار ونطلع وعين اللي حشموننا تشوف. نعم. وذا غبنا تظل مخبوصة العيون وتفرح لو لقتنا فرح مزفوف، وما حد سد مكان اللي تركناه، الخناجر ما تسد مكان السيوف. اي بالله صحيح. ألف تحية وقبل على جبين كل واحد من هاي المدينة. عسى يا رب الأمن والأمان والسلام والعيش الهنيء يعم ربوع هذا القضاء ويعم ربوع جميع العراقيين العراق. آمين يا رب العالمين. سولف لي شلون مصطفى حرب يستقبل شهر محرم الحرام. طبعا مصطفى اكو شوق اكيد. احنا يعني محرم سبحان الله هو حزن والم ومصيبه، لكن احنا ننتظره باشتياق، ننتظره بله في هذا الشهر سبحان، رغم الحزن رغم المصيبه اللي تصير به، لان الله سبحانه وتعالى يرزقنا بهذا الشهر، يرزقنا الخدمة ويرزقنا الكتابة للحسين ويرزقنا الوقفة هاي والتعب، التعب للحسين رزق. أنا أشوفه من ترجع لأهلك تعبان من الخدمة ومن اللطم ومن العزاء، هذا أحلى رزق. الله أحلى رزق هذا. الله الله. فهذا الشهر يعني أنا حالي حال كل واحد موالي، كل واحد بقلبه جمرة من الخيم، حالي حال هاي الناس هيك أنتظر شهر محرم بالدمعة والحزن والألم. الله. اسأل الله التوفيق لخدمة الحسين وآل البيت. متحضر لهذا محرم؟ إن شاء الله. مصطفى حرب أكو يعني بالنسبة لحضرتك. نعم. تحضيرين، تحضير للقصيدة المنبرية. نعم. والقصيدة المنصة. صح؟ نعم. صحيح. شنو حضرت هاي إن شاء الله؟ إن شاء الله يعني البرنامج المنصة اكتمل الحمد لله، شكر لله فضل جيد. الله والحسين. واما البرنامج المنبري لا مستمر، مستمر لحد ما نخلص لحد الأربعين. نحتاج شنو؟ نحتاج قصائد، تعرف العشرة الاولى تحتاج قصائد خاصه، قصائد المصيبه وقصائد كل يعني كل يوم استشهاد امام. صح صح, صح. العشرة الثانيه تبدي مسيره السبي تحتاج قصائد خاصه كذلك. هي كلها الأربعينية تقريبا. كلها يعني لحد الأربعينية قصائد سبي وألم ومصيبة. نعم. ورجوع. نعم. الضعن. أريد نبدي بالقصائد اللي محضرها للمنصة وبعدين نعرج على المنبرية. يعني نبدي أنا أبدي بولي النعمة، ولي نعمتي سيدي ومولاي الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. أقول له مولاي يا أبو الدنيا شغلاتك يطيح كل شي وما تطيح من العيون الشايلات، يا أبو الدنيا شغلاتك يطيح كل شي وما تطيح من العيون الشايلاتك، أبو علي كل شي بالدنيا حلو ما هو بحلاتك. أي بالله صحيح. كل شي بالدنيا حلو ما هو بحالاتك، تضيج بعيون السماء والقاك واقف شايل جفوفك وتدعي لي بصلاتك. الله. يا سمار الطف يا جمال الطف مغرقني بنعمتك، مغرقني بنعمتك وانا قصر، انا قصر من يوم عاشور اورد ما نشف نشفت لها. الله 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 الله. يا سمار الطف مغرقني بنعمتك وانا قصر من يوم عاشور ورد ما نشف نشفت لهذا، وامشي واتفقد خواتي وعايف مصيبة خواتي، وما اطيح عيوني من نذكر بناتك كله، ومن انخاك اشوفك مولاي من انخاك اشوفك تفزع بنحرك الظامي الكل دم، وانولي وتوقف اخوان وصوت ابو ولاد عم، اتبشر بجف المعاصي ويمر عاشورك علي الله، اتبشر بجف المعاصي ويمر عاشورك علي، ويمر عاشورك علي ويلمني لم، اش ما اتي هلقاك باب يعذب وجوه العرف والمو عرف، واللي يجي بهمه يرد بلي هم، وانحني ببابك واحسك تطبع جفوفك بظهري من الشبك وتشم الشم. الله. انحني ببابك واحسك تطبع جفوفك بظهر من الشبب وتشمني شم، حبك اشقد طلع وادم من زنازين الوهم.
قد طلع وادم من زنازين الوهم يلم هندم لاءك يلم هندم لاءك بنبرة شموخك يا ثغر ما قايل الظالم نعم فوق كل جلاب لازم نقرأ اسمك يلسقيت التراب بذرات الكرامة وخضرت عز وقيم الله فوق كل جلاب لازم نقرأ اسمك يلسقيت التراب بذرات الكرامة وخضرت عز وقيم انت لو ما دمك ولو عت عيالك جا صبح كل شيء عدم يا من الخاطر سترنا جنت تصدق خيم الله مولاي انت لو ما دمك ولو عت عيالك جا صبح كل شيء عدم يا من الخاطر سترنا كنت تصدق خيم طعمت ريشة الدين بدم رضيعك وكفها عباس ورسم رسم روحة عينك وبجية سهم وخبر واصل للمخيم طاح شيال العلم طاح شيال العلم هذا كله وانت واقف لونك ابيض يشبه التاريخ ابوك هذا كله وانت واقف لونك ابيض يشبه التاريخ ابوك واللي ضدونك سواد بصف سواد ناس بياعت ذمم ناس من هقمات طفلك ما سلم وينهم قبورهم صارت مكامن للقمامه وانت قمه على القمم انت خدامك تشور انت خدامك تشور وينهم قبورهم صارت مكامن للقمامه وانت قمه على القمم انت خدامك تشور خدامك تشور والدليل الناس لسه علوك تاخذ من دشاديش الخدم الناس لسه علوك تاخذ من دشاديش الخدم سلامتك الله الله يسلمك الله يحفظك ملحمه الله يسلمك نور الله شكرا جزيلا حيدر الحمدان يقول الف تحيه له يقول تحية. انت باكر والخلق كلها امس كلها امس الله 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 خذني يمك لا يشدني مغازل عيونك الله. وعبدك وانفضح الله يعني ما استذكر الابيات كلهن لا. الف تحيه للحبيب حيدر الحمداني وشكرا لهاي الملحمه الحسينيه الله يسلمك ابو الاكبر شكرا لك الله يحفظك مصطفى حرب نعم تخاف منين احنا جايين نسولف ويا مصطفى حرب الشاعر نعم اخاف من يجي يوم من الايام وما اقدر اخدم الحسين خاف من هذا اليوم كلش اخاف منه الله اي والله ان شاء الله ما يجي هذا اليوم ان شاء الله نسال الله الحسين اي والله نسال الله يدوم علينا هاي النعمه الكبيره محبه الحسين يعني للامانه رزق يعني متكونه بالفطره نعم بالفطره اي احنا ما اكتسبناها اكتساب مثلا ما تعلمتها لا ما تعلمناها احنا من الله خلقنا نعم. احنا من الله خلقنا نحب الحسين اي يعني ماكو جابتنا امهاتنا لقيناها موزرات والاطمان على الحسين لقينا اهلنا دموعهم طايحه على الحسين فاكتسبنا هذا من الفطره من الحب يعني هو رزق حسين رزق والما رزق الله بالحسين مظلوم الله اي بالله مظلوم بشنو تفتخر انا افتخر بمرتضى واي افتخر بمرتضى لان اولا لان خادم للحسين يستاهل ولان اخوه يستاهل الفخر اي الحمد لله يستاهل الفخر الاشياء اللي تخليك تبتسم بوقت الصعاب شنو هي من تشوف روحك انت بظهرك ناس لو تمر عليك اكبر شده ما تهتم لها الله وناس مو عاديين ناس من تقلهم الطوني يطونك يقرون عيونك يقرون يفهمون عيونك قبل ما تحاكي الله ايه فبهاي الحاله يعني تبتسم تضحك على ايش حيل الدنيا سوي ايه تضحك على شده الضحك ما تهتم صدق والله ايه بالله الله يخليهم لك الله يسلمك والله يخليك لهم الله يحفظك للامانه هو يقولون شبيه شيء منجذب اليه لو ما انت تقرا عيونهم هم كان ما قرا الشكر لله هاي نعمه كبيره الحمد لله والشكر لله الحقيقه مرات احنا يعني مارين بنعم كبيره ما ندري يعني ايه نعم يعني ما ندري بيها ما نحسها الا نفقدها الا نفقدها الـ يمكن
نعمة من النعم هي القصائد. اي بالله نعمة كبيرة. ونعمة كبيرة ايضا. الشعر نعمة الله نعم عليها بين يعني علينا. الشعر وصلنا وصلنا للناس. الشعر خلانا تقدير عند الناس، مو معناها المشاعر مقدر. كم قصيدة كاتب لهذا محرم؟ خير من الله ولا زالت يعني لا زالت الكتابة. يعني 5 4 6 إن شاء يعني من المنبر والمنصة. لا لا بس المنصة. المنصة يعني إن شاء الله جاوزن لحد الآن الثنين، جاوزن الثنين 3 إن شاء الله. إن شاء الله ورزق الحسين ما يقطع. وعلي كريم. سلام الله عليك سيد مولاي. يعني بصراحة هي قصيدة كأنما تقول للجمهور سمعوها أنا هذا كاتبة جديدي. نعم جديد. أي جديد صار طبعا من الشخصيات اللي أنا أتمنى شعراء يتوجهوا لها بالكتابة مولاي مسلم بن عقيل ثقة الحسين وسفيره ملحمة مسلم روحي له الفداء. فأتمنى الشعراء مقصرين وياه. احنا كله احنا مقصر وياه هواي. عنده ثقة بالحسين عجيبة. ثقة الحسين وهني يعني واحد يصير الحسين يثق بي. شنو هالمنزلة هاي العظيمة؟ لو اجى المجتمع كامل الوحدة. نعم نعم. فمن القصائد الجديدة لمولاي مسلم بن عقيل. ولو يعني شوي الحفظ اذا نستعين بالمثلا. كلش براحتك. بالتليفون. كلش براحتك. فقل له مولاي قلت حاير. طبعا شيء يعني شيء يسبك شيء على قولته ان انا عندي قصيده من قصائد المنبريه تقول المولى مسلم يقول حيره تجيبنا وتاخذنا حيره غريب بلا اخوان ولا عشيره. نعم هو اللي عنده ابن عم مثل عباس شلون تشوفه تنشد تكون تنباس. الله فقلت حاير راجعت روحي شلون اقول حاير مسلم قلت حاير وراجعت الحكي اللي قلته قلت حاير. هاي طبعا القصيده لاول مره تقرا. شرف. هديه للبرنامج. شرف والله. قلت حاير وراجعت الحكي اللي قلته ومثل حسين شامخ موقفك شفته نعرف الحرب تبدي بدك طبل وسيوف وشريف حسين حربه وبدت بيك انت الله مسلم يا صدر زعم ضدك تحسين ومو كل صدر يندك تنسمع دكته يعرف ايدك تلوح الموقف وودات الله مسلم يا صدر زامة ضدك تحسين ومو كل صدر يندك تنسمع دكته يعرف ايدك تلوح الموقف ووداك جبيرك ميزك عن زلم طايفته من تنافست وعدم من تو العباس قال اعزازي كل من طيحته بوقته الله البداية من تنافست وعدم من تنافست وعدم من تو العباس قال اعزازي كل من طيحته بوقته البداية تريد بن عم اشرس من السيف يسد عوز بن عمه بلحم خاصر اللي يكحل هالحبر قال لك تريد جناح وانت بلا تردد جنحك فرشته الله البداية تريد بن عم اشرس من السيف يسد عوز بن عمه بلحم خاصرته يكحل هالحبر قال لك تريد جناح وانت بلا تردد جنحك فرشته فطن خلفت علي ما يدك كل اجتاف ولا يشر الوفا من ناس بايعته شا ما كحلك لو ما يعرفك عين الله شا ما كحلك لو ما يعرفك عين اللي يثق بيه الحسين شكبر منزله بالله صحيح شا ما كحلك لو ما يعرفك عين اللي يثق بيه الحسين مش كبر منزلت الثقة مثل البذر ما تنفل كل قاع الثقة مثل البذر لا. ما تنفل كل قاع الفلح ما تنتظر من الصبخ نبته وانت توسمت من زرع بيك حسين الخضار الحاج بالعباس وصلت الله انت توسمت مولاي انت توسمت من زرع بيك حسين الخضار الحاج بالعباس وصلته انقلت جدم الصدق حد ما جزيت الريح وحد الدلو الكذب باللي يلمع قطعته وصل بيك العطش حد موت اللي يدليك الله وصل بيك العطش حد موت لي دليك وراسك صوب درب الرجل
وجع ما درته. انزلت ديرة بياض ابن السواد قلوب وعلية وراي ضيك فوق هفرفته. انزلت ديرة بياض ابن السواد قلوب وعلية وراي ضيك فوق هفرفته. ومن شفت الظلم بالكوفة صاحب راي، من شفت الظلم بالكوفة صاحب راي، شمس رايك علت وقطعت سالفته. يل مثل النجم تختار وين تطيح، بول طيحتك شيطان هرجمته. بس كان الغدر بيه اسرع من الصوت، غدرهم بس حك الدينار ما شفته. بس كان الغدر بيه اسرع من الصوت، جمعهم بس حك الدينار ما شفته. ترى الصلى وراك اجساد مو شرواح، الصلى وراك اجساد مو شرواح. بنادم على الموقف غير تثبته، غير تثبته. من اختاريت هاني تعرف روح حسين، لو ما شام بيه حسين شاعفته. من اختاريت هاني تعرف روح حسين، لو ما شام بيه حسين شاعفته. مو بس الطيور على الاشكال تطيح، ما هي حتى الزلم كل من وشاكلته. مو بس الطيور على الاشكال تطيح، ما هي حتى الزلم كل من وشاكلته. صغير الكوفة كانت وانت كنت هواي، بحيث السيف لاخر رقبة وصلته. اصطكت والرمح ما يعبر من الجيش، وانت حسين كله وياك وعبرته. اصطكت والرمح ما يعبر من الجيش، وانت حسين كله وياك وعبرته. الوادم من قلت عطشان ما فهموك، لاحك عطش خوة وشفك رفعته. الوادم من قلت عطشان ما فهموك، لاحك عطش خوة وشفك صفقته. وحتى بطيحتك طاح الحسين وياك يقينا قبل موتك باسك وبس. سلام الله. الله يسلمك. الله يحفظك. شكرا. الله يسلمك. شكرا. شكرا يا حبيب. الله يحفظك. وبقت لنا 3 دقائق. نعم. او دقيقتين. نعم. ناخذ لنا سؤال او سؤالين حسب الإجابة. نوم ناخذ فاصل. خادم. خادم. شلون القصيدة الحسينية اليوم؟ خلينا نسولف حاليا بس على المنصة. نعم. والله جاي تمشي بالطريق الصحيح المستقيم. يعني مو الكل، احنا ما نقدر نلزم ونقول الكل. النسبة عالية بكل زمان، يعني نلقى الصالح والطالح لابد من هاي القضية. يعني ما نقدر، لكن جاي نسمع قصائد تستحق السماع. اها نعم. جميل. شعراء جاي يتعبون ويكتبون قصائد مهمة القضية. يعني القافية تسير ان شاء الله. القافية تسير. وإحنا قلنا سولفنا قبل شوي، قلنا رزق الحسين ما انقطع. طبعا طبعا. نعم. بس رزق الحسين اللي يستاهله ان شاء الله. الناس تستاهل وناس تستاهل. هواي ان شاء الله الناس ان شاء الله. الله يوفقهم رجال الحسين. كل التوفيق لهم. المن تقول باعتبار البرنامج المهلهل. نعم. هذا السؤال ثاني مرة سأل. المن تقول مثل ما قال كليب. أيه. لا تصافح، لا تصالح، لا تصالح. الناس اللي ترقص على جراحات الحسين المستفيدين، المستفيدين اللي من يجي عاشور يظلون يتفلسفون على القضية الحسينية. شلون تطبخ؟ وش دعوة؟ وش دعوة هذا الطبخ؟ وليش تبذر؟ وهاي يسوي لك بيها مدري شنو؟ وهاي يسويها يابا هذا الحسين يستاهل. الناس أرواح نطت للحسين، أرواح نطت للحسين. الناس أنت تبقى عليه بمال وفلوس؟ شنو هاي العقليات؟ الله. هذول ما يستحقون تصالحهم وتحط يدك بديهم. موفق. نعم. الله يوفقك. الله. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، وصلنا وياكم إلى البارت الأول من حلقتنا لهذا اليوم. فاصل ونعود إليكم.
احبتنا مشاهدين قناه الايام، عظم الله اجوركم مره اخرى، والبارس الثاني مع الحبيب ايضا والشاعر المبدع والمهم مصطفى حرب. سلمك ان شاء الله ما تعبناك بالبارس الاول. الله يعزك. الله يسلمك. يعني مصطفى حرب، المهرجانات المهمة موجود اسمك ولا ما موجود اسمك؟ الحمد لله موجود، مو بالبصرة، عموم العراق. الحمد لله مهرجانات مهمة قريت بيها بعموم العراق. يعني من المهرجانات المهمة؟ يعني مثلا من يعني على صعيد الحسيني أو مهرجانات عامة يعني؟ لا لا، أنا سولف على مصطفى حرب الشاعر مثلا. مهرجان الشهيد علي رشا بالمدينة. بالمدينة نعم، جدا مهم هذا المهرجان. مهرجان انا اشوف من المهرجانات جدا مهم. اي جدا مهم، وللامانه جمهور المدينه جمهور يتذوق الشعر بطريقه مخيفه، تحس بروحك من تقرا قدامهم انت يعني، تحس جاي يسولف يمشي ناس يفتهم بالضبط، اكو يعني تحس بتعبك ما رايح بلاش. نعم نعم، جمهور المدينه الحسيني. من مهرجانات الحسيني يعني يكفيني فخر اني قارب مهرجان السابع، مهرجان البصر. المهرجانات المهمة على مستوى أيضاً العراق. أيضاً تحياتنا للجند أو القائد المجهول أبو علي سالم الدبيسي القائم على هذا المهرجان يستاهل. الكبير يستاهل ألف تحية يعني لأبو علي. للأمانة هذا الرجل هواي خدم الشعر العراقي والشعر البصري وبالأخص هذا المهرجان هواي شعبي. والله وبالله شكراً لك لأنه خليت لنا مجال نشكر هذا الرجل، يستاهل، شاعر مبدع جداً. مصطفى حرب ويا كتابة اللطمية. نعم. يعني التعامل مع الرواديد. نعم. جيد، عندك تعامل مع الرواديد؟ كل ود وكل رحابة صدر وخادم. جيد، اليوم رادود يريد يكتب له مصطفى حرب. ايه. مجرد ما يراسله أو يخابره؟ أكون بكل لو إلا اسم. لا لا. إحنا شنو يعني غايتنا؟ غايتنا الخدمة. فالخدمة تصير عن طريق الاسم وعن طريق الخدمة. انت المبتدل. تقدر تخدم بقلاص ماي، تقدر تخدم يعني بالامكانيتك. نعم. فاحنا الله رزقنا بامكانية احنا نخدم بها الصغير ونخدم بها الكبير ونخدم بها من اهم الرواديد اللي قرأ لك. يعني ملا عمار الكناني الف تحية للبنين خادم الحسين، نسأل الله يوفقه وطول بعمره. ملا مصطفى السوداني، علي الساعدي اخونا ابو حسين الذهبي، الف تحيه للجميع. الله يوفقه ومرتضى عن تعامل مستمر الحمد لله. الف تحيه للجميع. زين بصراحه بعد يعني خاف نسيت واحد خلي يعذرني من اخوه الحسينيين جدا يعذرون كلش، لانه الموضوع منا لله الحمد لله. الحمد لله والشكر. يعني قصيده بذوقك كلش حلوه منطيها الرادود بس ما اخذت استحقاقها، شنو تتمنى تاخذ استحقاقها؟ يعني القصائد اللي انا حبيتها وملا عمار اداها بشكل كبير. بعد ابو بنين انا اقوم، مو انا اللي اقيمه، هذا خادم الحسين. قصيده كانت يعني صوت مهم، صوت كبير مهم. ومهم واحد اعمده القصيده والمنبر. نعم. الله يوفقه بجاه الحسين. من القصائد اللي يعني احبها هواي بس ما اعرف يعني ما وصلت. ها ما اخذت استحقاقها. ما اخذت استحقاقها وما وصلت يعني ما اعرف شنو السبب. هي لان يعني انقرت بايام كورونا وتعرف كانت المجالس تحفظ وكذا. نعم. وعدد مو يعني العدد اللي موجود تباعد وكذا وتفاصيل يجوز هذا واحد الاسباب. يمكن يمكن. نعم. يمكن. قصيده كانت مولاي الامام القاسم عليه السلام. زين عندك تعامل هاي السنه مع منو؟ والله لحد الان يعني ماكو يعني واحد محدد، لكن قلت لك انا تعاملي الرئيسي هو مرتضى. جيد. وان شاء الله شنو كتبت المرتضى؟ اي رادود يطلب او يحتاج انا اكون خادم له. مرتضى كتبت له خير من الله نعمه. كتبت له قصائد مالت يعني الاصحاب كلش عجبتني. اي وحده من القصائد اللي كتبت المرتضى سنه للاصحاب، مو كل يد تلوح الموقف. لا اريد بالقاء صح، مو كل يد تلوح الموقف.
وتعرف الموت وما ترجع. مو كل ايد تلوح الموقف. وتعرف الموت وما ترجع. الله يا بن داح الباب مثل اصحابك. ماك اصحاب. ماك اصحاب. من شافوا ظلمة عدوانك وكفولك يا حسين شموس. وانت عمايم ما صرت لهم لو ما تعرف بيهم رؤس. نعم. زينب من قلت لك ربعك قلت لها يضحون نفوس. هو بوقت الشدة يبين من دقة صدر المتروس. الله. لو صار اليوم المهين فعل الزلمة بوجهه يبين. عرض وعين الكل الشاب مثل أصحابك. ماك أصحاب. ماك أصحاب. الله الله. سأل الله التوفيق. الله الله. الله بالتوفيق إن شاء الله. الله يحفظك. بالتوفيق إن شاء الله. ال منو متعامل وياهم يعني من الرواديد يعني مو اسماء بارزه والله هواي واخذن صدى لو ما اخذن صدى تعرف الناس يعني بوقتنا هذا تعرف شوف المشاهدات بس للاسماء المهمه للاسف بس للامانه هسه نسولف عن محرم الماضي اي هواي سمعنا قصائد ما سامعين اسم رواديدهم للأمانة يعني حتى واحد يكون منصف صح بس هذا يجوز عندك أنت أبو الأكبر أما الناس هسه من تجينا من تجي الناس من الجمهور تنتظر مثلا تنتظر جديد الملا باسم الكربلاء وإحنا واحد من الناس اللي طبعا ثاني شغف وثاني أستاذي مهارة يعني للأمانة موضوع باسم يعني موضوع خوب الملا باسم نريد نتحدث خلي بوحد على صفحة من عنده ونبدأ عدل لو لا نعم. اي يعني انت 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 ملا باسم يمكن من اكثر الرواديد اللي قارين على مر التاريخ يعني طبعا صح لو غلط رجل فنى عمره بخدمه الحسين يرحم والديك يعني بالألف قصيده هي شيء ايه واي هذا الموضوع فما يقارن يا اكيد ليش قلت لك انا وقرا قصائد مهمه جدا ليش قلت لك يعني القصيده اذا يقراها مثلا رادد ما معروف ما تاخذ استحقاق زين بس المهم توصل للحسين السلام عليك سيد ومولاي خلاص اكو مقومات على كتابة القصيدة الجيدة يعني اللي تاخذ استحقاقها يعني مثلا تكتب بوزن معين خب هي هاي تبقى يعني اتفاق الرادود موضوع معين اللحن نعم التعامل ان يكون مباشر بين الرادود والشاعر مثلا احنا اكو قصائد نكتبها على لحن يدز لك الرادود لحن يقول لك اريد هيك شي قصيدة على هذا اللحن المستهل اريده على هذا الوزن يعطيك تفعيلات والنص اريده هيك وزن واريد به تحويله على كذا وزن ها ها ها. فبنصير هيك تعامل وصر يصير اكو يفهمك وتفهمه تفهمه وفهمك اكيد راح يصير نجاح القصيده جيد كل شيء بس اذا اكو طرف ثالث نعم صحيح اول تخطيط صحيح تخطيط مهم ال- 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 السيده زينب شنو حصتها لك من ال فدوى اروح الاسم الحصه الكبيره لهذا الشموخ هذا الاباء انا تعودت يعني بقصائد السيده زينب ما اشوفها المنكسره اشوفها زينب بنت علي بن ابي طالب الشموخ والعزه والرفعه وال يعني من تقرا خطبتها انت اشوفك مهند السيد هاشم يقول للسيده زينب يقول لها اشوفك كاظميه بساعه الغيظ الله الله بس وقت الامزاء مضحيدري نعم انا هيك اشوف السيده زينب بس السيده زينب بطريق السبي هي من قاده المسيره وصارت كل الايتام بكفالتها بعد ابو الفضل روح الى وجهها تحاكي روس اخوانها على الرماح تباوع لهم تقول لهم ايه اخويا الزلم بالحرب من تنام تختار الرماح الحاده وساده الله. الحرب سهرة لحظة ايه اخوي الزلم بالحرب من تنام تختار الرماح العالية وسادة الحرب سهرة عفا ونومة مخاد الريش تفشل ما تلوق الرقبة السادة واخوتي شماع لو فوق الرمح يحلون المكان الناصي ما ترتاح بقادة لا نعيد ايه اخوي ايه الزلم على المنصة احنا على المنصة يرحم والديك نعم ايه خويا الزلم بالحرب من تنام تختار الرماح الحادة وسادة الحرب سهرة عفة ونومة مخاد الريش تفشل ما تلوق الرقبة السادة وخوت شماع له وفوق الرمح يحلون المكان الناصي ما ترتاح بقادة لو
لو ما روسهم كان النجم ما صار ولا يتعلق بجيد السما قلاده استلذوا بموتكم ما دامنا على القاع كفو عدوكم استلذوا استلذوا بموتكم ما دامنا على القاع عدوكم رايح اشعل نار بفاده ان طبا ما اخاف روسكم وياي ويزيد اش حد يحجب حضره سياده وانا معاه من طب محزمه بتاريخ وشيلا علي وياي وافتح جلاده وقل له بلع لسانك لا يطول وياي لا يحكي الابوي محرر اجداده مكانك مو شلك لاهل الصدر معجوز الله ما حد غير طب 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 ومحزمه وانا معون من طب محزمه بتاريخ الله وشيلا علي وياي وافتح جلاده وقل له بلع لسانك لا يطول وياي لا يحكي الابوي محرر اجداده مكانك مو شلك لاهل الصدر محجوز ما حد غيرهم يقعد على شداده قصرك ما يخوف من مشانك مو لك لاهل الصدر محجوز ما حد غيرهم يقعد على شداده قصرك ما يخوف النطق لله حسين وقف خلى الظلام على اخوت ماد من قالوا لي طاحوا قلت اخوتي ضماد ونزيف الجرح يكثر لو بطف ماده قالوا لي ابن اخوك اول نحر مذبول قلت الزين بالدم يكتب امجاده ما مستغربه القائد المثل حسين اول ما يقدم بالوغى اولاده قالوا لي المخيم ما مستغربه ولا مستغربه القائد المثل حسين اول ما يقدم بالوغى اولاده قالوا لي المخيم قلت ليهم طاح احتراما للجفوف الدقه وتهاده قالوا لي احترق قلت انا هذا بخور بخيت وعمر يبقى يشور رماده نكرمها بهدم من تمر بين النار انا بتراقم على الضيف نشاده هلي حتى العدو هم فارشين صمام ابوي طب الراسه ماكل بزاده من صار الفزع الله هلي الله حتى العدو هم فارشين صمام الله ابوي طب الراسه ابوي طب الراسه ماكل بزاده من صار الفزع سولفت ويا حسين قلت له الموت صوب رقابكم نادى الطفي يريد دمك وانت بن شريان نعم عطيت الدم سنينه وعدها لي عاده موت الحق حلو ومن يمر نبطي روس ومن يشبع نكرمه بشارب زياده سلامتك الله الله يحفظك الله يسلمك ابو الاكبر الله يا حبيبي الله يحفظك ممنون الله 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 هواي الله يحفظك الله يسلمك ممنون قصيدة جزلة جزاك الله خير شكرا لله شكرا يشهد الله قصيدة جزلة الله يحفظك بالتوفيق إن شاء الله الله يوفقك وشكرا لهاي الـ 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 النظرة اللي 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 تباوع بها السيدة زينب بهذا الشموخ نعم نعم لابد منها زينب بنت علي بن أبي طالب اللي ما يشوفها هيش مو ما عنده غيره اللي ما يشوف زينب شامخ مصطفى حرب نعم رسالة عتب المن هو الحقيقة من جانب القضية الحسينية وقضية الشعائر العتب كثير وهذه القضية أردخص فيها يعني الأخوة الشعراء اللي يكتبون القصيدة الحسينية بمحرم أولا من تكتب القصيدة الحسينية حاول تهذبها حاول لا تسيء بيها للقضية لأن قضية الحسين قضية مقدسة طبعا كيف إحنا نزيد جراحات الحسين ببياتنا على مود نكسب جمهور وعلى مود مشاهدات وعلى مود كذا خلينا نهذب القصيدة خلينا نتعب خلينا نقرأ نقرأ لنا رواية مسندة ونكتب عليها القصيدة لا نجيب روايات من جيوبنا جميل نعم جميل زين برأيك خلينا هسا نسولف بصورة عامة نعم شنو رأيك بالجمهور بصورة عامة سولفنا قلنا الجمهور بيصالح وبيطالح لا لا النسبة أقصد نسبة عالية جيدة نسبة عالية مو جيدة احنا نقول ان شاء الله نسبة النسبة الجيدة موجودة هذا بالجمهور عموما نعم وبالجمهور الحسيني كذلك ها هو شعر هو الأكبر جمهور الشعر وباقي نفسه وتمن راح تقرأ القصيدة الحسينية مثل يعني هم شعر هم بها الإحساس وبها الصورة نعم نعم وبها الفكرة والخيال لكن تبقى القصيدة الحسينية مقدس عندنا
أنا كمصطفى حرب. لا هو الأمان هو مو بس عندك. نعم. هي عند الجميع. تبقى القصيدة الحسينية مقدسة. القضية تتكلم عن آل الرسول. نعم. هذا يعني لازم نهذبها قلت لك. لازم نطلعها بأجمل صورة للناس. لازم ما نسبي بيها سيدة زينب كل ما نقرأها. باكي على قصيدة عندك؟ طبعاً هواي قصايد. باكي وأنا أكتب بيها نبكي عليه. أبكي بيه. مثلاً. بعد رجوع ضعن السيدة زينب عليه السلام من السبي ومصائب السبي والتعب إلى المدينة وانت تدرب الأكبر اليوم اللي يتعب واللي يتأذى يروح يشكي والله يشكي لأهله. السيدة زينب ترجع تروح تزور قبر الرسول تسولف وياه تقول له باقة وبوستك من نحر الحسين والله الظهر والكف الأسود لاح الأبيض وواحد قال للآخر طيح وعباس بالكل قاع بينا شوية تعرف وانحلت عمامة راسه والقاع قامت من ثقل عباس تختف إن ولينا ومن عدى السبعين ما شوف شارب زلمة خير لينا ينحف الله إنه لينا باقة وبوستك من نحر الحسين الظهر وتشف الأسود لاح الأبيض وواحد قال للآخر طيح عباس بالكل قاع بينا شوية تعرف ونحلت عمامة راسه والقاع قامت من ثقل عباس تختف إنه لينا ومن عدى السبعين ما شوف شارب زلمة خير لينا ينحف عداهم ما شفت شف صافح السيف ولا سبابة تيد بحرقة تنعض انشدهنا وصوت كسر ضلوع الحسين وصل للخيم والسجاد غمض ورقية تكف بذنها تسد بذنها مو وجع لا ما رادت تسمع شلون يرب وانا تلبخن تشوف بدم ذانات البراءة وصوتهم والصوت ركض اللي اجى شايلها فوق شافه الحسين اللي يخاف عليها من تمشي تمرر الله التغارش ما شاهدنا انخ عباس تروح تقعد اخوها تحلق ما اخوها تريد ينهض ونهض عبد الله صحانا بنخو الماي وتناغى ويلهوى وكنا بلغير وانا محتارة وعيون اللي يشمتون وكحة ولا جفن من عد إن انغض طلابة وبيد وادم موش جاويد بالله الكريم بيد وادم موش جاويد والعباس ما هو شلون تنفض بالله طلابة وبيد وادم موش جاويد والعباس ما هو شلون تنفض وندع الحظ يرد لجفوف عباس وسكنة بذاني تهمس ميت الحظ نحيل المتن وحمول السبث قال طلابة وبيد وادم موش جاوي والعباس ما هو شلون الله وندع الحظ يرد لجفوف عباس وسكنة بذاني تهمس ميت الحظ نحيل المتن وحمول السبث قال وميت وضعن لي تتشون قوض بقت بس عصة السجاد وياي تعبنا وقمنا كنا عليها ننهض اش كثر سولفت عيني وعين عباس اش كثر قال لي تلبيش التعوض الله اش كثر سولفت عيني وعين عباس اش كثر قال لي تلبيش التعوض قذاها من النهر للشام عرقان وكم خشبة رمح عباس خير سلامتك الله يحفظه الله يسلمك حقيقة دعاء من القلب الله يوفقك الجميع إن شاء الله يوفقك ويحفظك والأكبر ممنون شكرا لك الله يسلمك تعبناك أنا خادم وأتشرف وصلنا لختام الحلقة شكرا لمولاي الحسين على هاي النعمة وهذا التوفيق نسأل الله دوام التوفيق إلي وإلكم جميعا بحق محمد وآل محمد الله يوفقك الله يسلمك يا حبيبي والأكبر ممنون حبيبي ما عليك الله يسلمك أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وصلنا وياكم إلى ختام حلقة حسينية مهمة إن شاء الله وكانت الحلقة الأولى في شهر محرم الحرام إلى لقاء آخر واستضافة أخرى
نستودعكم الله. شكرا جزيلا للمخرج صفاء العبيدي وكادر التصوير.